وللمزيد من النقاش حول التطورات في لبنان في ظل تصعيد الاحتلال بالرد على ميليشيا حزب الله والقصف الأخير في مجدل شمس والتطور الذي حصل قبل قليل باستهداف عمارة سكنية في الضاحية الجنوبية أسفرت عن هدف يعني ضرب هدف ما هناك ولم تتبين أو تبين المعلومات تفاصيل ذلك، بينما طالب نتنياهو بطبيعة الحال من وزرائه وقادة حكومته عدم التعليق على هذه العملية التي قامت بها طيارات الاحتلال. والآن نرحب بضيفنا عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب للتعليق على التطورات الأخيرة. سيد حسان مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. حتى ما قبل سويعات كنا نسأل عن إمكانية حصول تصعيد، الآن بعد العملية التي قامت بها طائرات الاحتلال في الضاحية الجنوبية باستهداف هدف ما، ذكرت بعض الأسماء، ذكرت بعض الأهداف، لكن الحزب لم يؤكد ذلك أو ينفيه، وكذلك إسرائيل لم تؤكد أو تنفي طبيعة العملية التي قامت بها. كيف تقرؤون ما قامت به طائرات الاحتلال قبل سويعات من الآن في بيروت؟ التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى استدراج حزب الله إلى حرب مفتوحة. إسرائيل تدرك أن حزب الله ومن ورائه إيران لا تريد إطلاق حرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية من إسرائيل والجبهة الجنوبية من لبنان، والسبب هو أن إيران تدرك أن خسارة حزب الله سوف تفقد إيران السيطرة في المنطقة العربية، لأن حزب الله يمثل السياسة الإيرانية السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان وسوريا والعراق وكذلك في اليمن. وكذلك حزب الله يقوم بتجنيد الشيعة المؤيدين لإيران في مختلف دول العالم، وشاهدنا الاعتقالات في ألمانيا وفي أستراليا وفي كندا وفي بعض دول أمريكا الجنوبية. لذلك خسارة حزب الله هي خسارة ستكون بالغة الضرر على الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. لذلك كل ما تريده إيران هو أن يقوم حزب الله بمناوشات محدودة النطاق، وهذا ما أعلن عنه حزب الله مرارا وتكرارا، بحيث يكون لإيران حصة من التفاوض على مستقبل القضية الفلسطينية وتكون شريك على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالحرب على غزة والضفة الغربية. ولكن إسرائيل استفادت من هذه المناوشات التي أطلقها حزب الله لتؤكد أن وجود حزب الله على حدودها الشمالية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل وعلى سكان إسرائيل وخاصة في منطقة الشمال. ولذلك حزب الله يصر على ربط وقف إطلاق النار في لبنان مع وقف إطلاق النار في غزة، وإسرائيل تفصل هذين المسارين عن بعضهما البعض، ويؤيدها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي. ما نعيشه الآن في لبنان هو استعداد وتحضير لمعركة كبيرة سوف تقع عاجلا أم آجلا، لأن وصلنا إلى مرحلة اللا عودة من خلال الاغتيالات المتواصلة التي تقوم بها إسرائيل ضد قيادات حزب الله. والآن اليوم هذه الغارة على الضاحية الجنوبية لها يعني لها رمزية كبيرة. أولا المبنى الذي تم قصفه هو مركز الشورى التابع لحزب الله ومركز قيادي لحزب الله. ثانيا هو هذا المبنى في الضاحية الجنوبية، وسبق لنصر الله أن قال مرارا وتكرارا أن أي ضرب للضاحية الجنوبية سوف يتم الرد على تل أبيب وحيفا وغير ذلك. لذلك هذا الضرب، هذه القصف اليوم الذي استهدف قياديا من حزب الله سواء قتل أم لم يقتل، رمزية القصف تحرج حزب الله، ولذلك لم يصدر بيانا واضحا حتى الآن حزب الله، لأن أي بيان سوف يصدره يتعلق بمصير هذا القائد سوف يجبره على الرد، سوف يكون مضطر حزب الله للرد، وبالتالي هذا التصعيد سوف تستفيد منه إسرائيل لتطوير هجماتها على الداخل اللبناني وبالتالي على كافة قيادات حزب الله، وبالتالي سوف نذهب إلى حرب مفتوحة. لكن بالمنطق أستاذ حسان، هل يمكن أن لقائد كبير أن يكون في مقر مجلس الشورى شورى الحزب؟ هذا غير معقول، يعني هل ممكن ذلك؟ الواقع أن بعض قيادات حزب الله وكثير من المؤيدين لحزب الله أصبحوا على قناعة بأن إسرائيل لن تجرؤ على قصف بيروت والضاحية الجنوبية، وهذا ما أكده وزير خارجية لبنان بالأمس عندما قال أننا تلقينا تأكيدات بتجنيب الضاحية وبيروت ومطار بيروت من أي قصف إسرائيلي. هذا ما ذكره عبد الله أبو حبيب وزير الخارجية بالأمس بشكل علني، واستدرج هذا استهجانا كبيرا من اللبنانيين باعتبار أن باقي لبنان معرضا للقصف. وهل بيروت والضاحية يعني خارج نطاق القصف وخارج لبنان حتى يتم تحييدهم عن القصف؟ فلذلك الكثير من القادة
سواء كانوا من حزب الله وغير حزب الله، وبعض حتى الإعلاميين والناشطين كانوا دائما يروجون إلى أن إسرائيل لن تجرؤ على قصف الضاحية، ولكن مع مطلع الحرب بعد في أكتوبر شاهدنا كيف إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية واستشهد على أثرها العروري القائد في حركة حماس. لذلك البعض يستخف بالقدرات الإسرائيلية وباستعداد إسرائيل للحرب. إسرائيل تريد هذه الحرب لتؤكد أنها حاضرة وجاهزة لترسيخ قوتها وحضورها في منطقة الشرق الأوسط، وهي تحظى بدعم أمريكي وأوروبي واسع النطاق، وكذلك بعجز إيران عن دعم يعني مؤيديها في المنطقة، سواء كان حزب الله أو أنصار الله في اليمن أو حتى الحشد الشعبي. وشاهدنا الغارات الإسرائيلية على سوريا وكيف أن الرد الإيراني كان محدودا جدا، كما شاهدنا في المرحلة الماضية عندما أطلقت الصواريخ والمسيرات بعد إبلاغ مسبق وتحضير مسبق وتنسيق مسبق أيضا. في البداية قلت بأن إيران لا تريد أن تتدهور الأمور، لكن الأمور فعليا وصلت إلى مرحلة اللاعودة كما ذكرت سيد حسان، وبالتالي ما المتوقع الآن فيما لو توسعت الحرب مع حزب الله، ولا سيما أن الاحتلال الصهيوني خلال 10 شهور الآن في قطاع غزة لم يستطع تحقيق أهداف عسكرية واضحة المعالم، وبالتالي أن ينهي هذه الحرب بأهداف واضحة، واستنزف كثيرا من الناحية العسكرية والناحية الاقتصادية والاستراتيجية. هل هناك يعني استعداد إسرائيلي للتوجه لحرب مع حزب الله بعد كل ما حصل في قطاع غزة؟ ما حصل في قطاع غزة أن إسرائيل عجز عن تحقيق أهدافها التي سبق وأعلنتها، وهي القضاء على حركة حماس، تصفية قيادات حركة حماس، الإفراج عن الأسرى المعتقلين، وفرض هيمنتها الأمنية والسياسية والإدارية على قطاع غزة. ولذلك تشهد إسرائيل التدمير المنهجي لقطاع غزة وقتل الفلسطينيين عمدا في قطاع غزة من خلال إجبارهم على النزوح من مكان إلى آخر مع غارات جوية متلاحقة وقصف مدفعي يؤدي إلى استشهاد الكثير من الفلسطينيين مع الأسف الشديد. لذلك هي تستعيد عن تحقيق أهدافها بعملية القتل والتدمير المنهجي. في لبنان الواقع مختلف تماما، هناك انقسام داخلي في لبنان على دور حزب الله، هناك قرار اتخذه حزب الله بإعلان الحرب أو حتى المناوشات مع إسرائيل ضمن حرب محدودة الأهداف والتوجهات بما لا يوافق عليه معظم اللبنانيين، وهذا ما يجعل الانقسام في لبنان عميقا، وحتى يعني لا يوجد بيئة حاضنة لحزب الله في الداخل. التدمير الإسرائيلي المنهجي للقرى الجنوبية وضع حزب الله أمام مشكلة مع بيئته، لأن لا يوجد حتى الآن من وعد بإعادة إعمار هذه القرى المدمرة ولا بالتعويض على المتضررين من أبناء جنوب لبنان الذين يشعرون أنهم يخوضون حربا لا يعرفون عنها شيئا ولا تمت إليهم بصلة، لأن الكثير من تلك المنطقة لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية أو لا يشعر بأي علاقة بالقضية الفلسطينية. وكلنا نذكر حرب المخيمات التي شنها نبيه بري وحركة أمل في الثمانينات بدعم من النظام السوري وبقيادة حافظ الأسد حينها، عندما حاصر المخيمات الفلسطينية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان كما في بيروت بذريعة أنه لا يريد أي مقاومة فلسطينية على الحدود بين لبنان وفلسطين. لذلك كثير من البيئة الحاضنة لحزب الله ترفض هذا الواقع، ولكن استمرار الاغتيالات الإسرائيلية واستمرار قصف المستودعات مستودعات الذخيرة والبنى التحتية لحزب الله تجعل من الصعب جدا عدم الدخول في حرب مفتوحة، ويحرج حزب الله وكذلك إيران، لأن التردد في اتخاذ قرارات كبيرة وعدم الرد على هذه الاعتداءات الصهيونية المتكررة والعالية النبرة والدور يجعل من إيران وحزب الله في موقع الضعيف، بعد أن كان خطاب نصر الله وحزب الله دائما أنه يملك اليد العليا وأنه قادر على ضرب إسرائيل وتدمير إسرائيل والدخول إلى الجليل واحتلال أجزاء من الجليل، بعد 10 أشهر لم نرى شيئا من هذا حتى الآن. شكرا لك سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا عبر سكايب.